وسهلا فيكم وميت مرحبا للي بحضرنا اليوم لأول مرة برنامجنا بموسمه الأول. منزور فيه بكل حلقة صانع محتوى مختص بمجال الأكل والطبخ. وليش الأكل؟ ببساطة لأنه الأكل هو واحد من أهم الأشياء بحياتنا، ولأنه كل جمعة بتحلى بالأكل وكل جمعة بنتذكرها بوجود الأكل كعنصر أساسي فيها. يعني ما في عيد ميلاد ما فيه قالب كيك، ما في فرحة نجاح ما فيها كنافة، وأكيد ما في فرحة زواج ما فيها بوفيه مفتوح من كل الأشكال والأصناف. وعشان نتعرف على ضيفنا أكثر، إحنا محتاجين نعرف كيف شكل مطبخه بالضبط، لأن المطبخ بيعكس أشياء كتير بشخصية الضيف. واليوم جينا على بيت يارع بيدات، ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندها صفحة على الإنستغرام بتابعها فيها أكثر من 90,000 فولوور، بتنزل فيها وصفات مختلفة، بس هي عرفت أكثر إشي بصناعة الكيك وقدرت إنها توصل لوصفة كيك كتير متقنة، ومن هاي الوصفة قدرت تنطلق وتفتح محل خاص فيها بتدير فيه أكثر من 18 موظف ليقدروا ينتجوا كلهم مجتمعين أطيب وأزكى كيك موجود بعمان. بس هاي المعلومات كلها مش كافية، جينا نعرف معلومات أكثر، وأكيد بدنا نشوف مطبخها، ويلا تعالوا نشوف. جاوبي عليهم بسرعة وباختصار. جاهزة؟ جاهزة. يارا، أنت مسؤولة عن مشروع يارز كورنر بالديري ومسؤولة عن 18 موظف، عندك البيج تاعتك تنزل عليها وصفات بشكل يومي تقريبا، وعندك فقرة أسبوعية بالتلفزيون، واسم الله أم لولد وبنت. مزبوط. يعني بنقدر نحكي سوبر بيزي. يعني أنا راسي وجعني من كتر اللي حكيتيهم. طيب، كم ساعة بتشتغلي باليوم؟ ويا ترى في تقصير تجاه العيلة والأولاد؟ طيب، كم ساعة بشتغل باليوم؟ يعني بيز على اللي حكيتيه بشتغل كتير صراحة، ما بقدر أعدهم، بس فوق الـ 12 ساعة، لأنه في إشي بيكون بلوكيشن وفي إشي بتابع شغله بالبيت، فطول الوقت باعتبار مشغولة، بس يعني منظمة وقتي خلينا نحكي بالساعة، إنه إيش لازم أعمل هلأ وإيش لازم أعمل بهداك الوقت. بالنسبة للتقصير ما بقدر أنكر ولا بقدر أحكي إنه أنا كاملة ولا ما بقصر، أكيد في مراحل معينة في مقصرة فيها، بس قد ما بقدر بحاول أغطي الجانب اللي مطلوب مني كأم وكزوجة وكحدا فاتح هذا البيت، فبحاول دائما على حساب وقتي يعني أقضي كل الأشياء اللي لازم أعملها ببيتي. بتقدري تعطيني أصعب تحديين؟ التحدي الأول في العمل والتحدي الثاني بالحياة الزوجية؟ تحدي العمل هو كله موضوع البزنس، to own a business هو تحدي بحد ذاته، لأنه أنت لازم تكون متبع على كل إشي بيصير بهذا الشغل، سواء من الأوبريشن وسواء من الفيدباك والفولو أب والتشالنجز، أو اللي خلينا نحكي تضلك دايماً sustainable وتضلك موجود بهذا السوق، فهذا تحدي كتير كبير بالنسبة إلي. وتحدي الشغل إنه أنا بصراحة أولادي عم بيكبروا بسرعة، فأنا حاسة الوقت عم بمر بسرعة وما بدي ما أكون قضيت معهم الوقت الضروري لإلهم واللازم بهذا الوقت. بين قوسين، مهندسة اتصالات وبتعمل كيك. مزبوط. شو جاي؟ أكيد سمعتي هاي الجملة أو إشي شبيه فيها. صح. وأكيد سمعتي زي نصايح من الناس إنه يا بنتي شو بدك بالكيك وأنتي مهندسة قد الدنيا. أكيد. صح. شو كان ردة فعلك؟ هلأ هذا الحكي كان لما قبل ما أبلش يارز كورنر، إنه في ناس كان عندهم تخوف، بس بصراحة في كتير ناس ما فرجوني هذا التخوف، واللي هم المقربين مني أهلي كان في تخوف داخلي أنا عارفته، بس أنا عارف إنهم ما بينفرجوني إياه. بس ما بدي أحكي لك قدي الحمد لله شغلي بالهندسة، وخصوصي إنه أنا اشتغلت 10 سنين، ساعدني كتير بمشروعي، ساعدني بطريقة تفكيري، ساعدني في كيف أعمل organization وكيف أعمل يعني follow up وأمشي هذا الشغل بالعمل. بتفضلي توزيع المهام ولا انتي مع خيار الوان مان شو، بمعنى انه شخص واحد يشتغل كل شيء؟ اوكي، هذا سؤال كتير مهم. هلا في البدايه انا كنت خلينا نحكي بشتغل بطريقه السنترلايزد اللي هي الوان مان شو، لانه ما كان عندي ريسورسز، لانه ما كنت عارفه الاقي الطريق الصح. يعني انا ما بدعي انه انا اللي وصلت له هلا بالمانجمنت بشغلي بيارز كورنر هو هذا كان من البدايه، لا، كان في كتير اخطاء وكان في وان مان شو،
بس مع الوقت قدرت أعمل ديليجيشن، صح؟ قدرت أوزع المهام لكل الأشخاص، وقدرت حتى أعين الريسورسز المناسبة لشغلي عشان كل حدا يغطي جانب معين. فلا، أكيد أنا مش مع المون مان شو. يارا، أنت امرأة عاملة وعندك دخلك الخاص، بتآمني بفكرة المشاركة بالحياة الزوجية؟ يعني أنه تكوني بتشاركي بمصاريف البيت، ولا بتعتبري أنه الرجل هو المسؤول الأول والأخير عن أنه يعول العيلة بشكل كامل؟ وبرضه هذا السؤال كتير حلو، وبصراحة لا، أنا بآمن بدور المشاركة، لأنه بالآخر هذا بيت واحد، وكل الأحلام اللي بتطلع بهذا البيت بتكون أحلام مشتركة إذا في تفاهم. فأنا مع المشاركة والحمد لله، يعني هاي الطريقة اللي أنا وزوجي متبعينها في البيت، لأنه بصراحة ما بزبط. أنا كوجهة نظري ما بزبط أنه أنا ست وبشتغل وفلوسي هاي إلي بمعنى أو راتبي وكذا ما بشارك فيها، بس بالمقابل ما في وحدة بتطلع من بيتها إلا ما يكون في تقصير لو بسيط على هذا البيت. فهي الحياة مشاركة، بدنا نتحمل بعض، بدنا نتقبل بعض، بدنا نتقبل مثلا التقصير من الجهات، بالتالي فبدنا نشارك بعض. كان في شخصية ملهمة تأثرتي فيها في البداية؟ شخصية ملهمة يعني سواء بالطبخ أو برا؟ يعني هلأ أنا بالطبخ كتير كنت أحب، ولهلأ بتابع جيمي أوليفر ونايجيلا لازن، كتير بحب طريقتهم بالطبخ وكيف الشوز اللي كانوا يعملوها، فهدول كانوا بالنسبة لي ملهمين. هلأ في الحياة يمكن ما في شخص معين بحد ذاته، بس أنا باخد الإشي اللي بهمني من كل شخص. مثلاً أنا والدتي كتير حدا شغيل، كتير حدا صبور وبيشتغل على حاله، فكانت دايماً تعلمنا هذا الإشي، فأنا أخذت منها هذا الجانب وعززته عندي. مثلاً حدا عنده ثقة بنفسه عالية، أخذت منه هذا الجانب وعززته بنفسي. يارا، أنت ملتزمة بالحجاب، بتشوفي إنه الحجاب ممكن يشكل عائق للبنت اللي حابة تفوت في مجال إنها تنعرف بالسوشيال ميديا أو على التلفزيون، ولا ممكن يكون بالعكس ميزة بميزها عن أي بنت تانية؟ حلو برضو هذا السؤال. هلأ أنا بالنسبة إلي ما في إشي المفروض يشكل عائق، الحجاب عمره ما كان عائق. في ناس ما أخذ هذا الفكرة عن هذا الموضوع، بس بالآخر هي الشخصية، البرسوناليتي تبعتي، طريقة كمان أنا لبسي للحجاب، احترامي لإله. أكيد في ناس مثلا بتقول لك لا، لو بدونه أنت أكيد رح تنعرفي وتنشهري أكتر، بس أنا بأكد لك أنه هذا الحكي مش مزبوط. أسوأ تعليق تعرضتي له وأفضل تعليق تعرضتي له على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا أو بشكل عام، إنه حسيتي ممكن يكون كان جارح، ما بعرف إذا تعرضتي لأشي جارح. يعني الحمد لله بصراحة، يعني بحس إنه ما بيوصلني نوع من أنواع التعليقات الجارحة الحمد لله، فما بتذكر، يعني عن جد ما بتذكر في تعليق إنه جارح، بس تعليقات لطيفة صراحة هي مصدر الطاقة الإيجابية. نحكي تحديدا على موضوع السوشيال ميديا اللي هو كتير بوصلني، إنه أنا بفتح الصبح عشان أشوف أنتي إيش منزلة، أنا بأخذ طاقتي الإيجابية منك. كتير بوصلني إنه شكراً لإلك بوصفاتك، إحنا أنا فتحت بزنس، أنا بلشت أبيع هذا النوع من الحلو، شكراً لأنك أنتي كمان بتفرجينا إنه أنتي حقيقية. يعني يمكن هاي من أكتر الأشياء بتبسطني، كلمة إنه أنتي حدا حقيقي، زمان ما شفنا ناس حدا حقيقي على السوشيال ميديا. وبمحلي يمكن لازم أحكيها هاي، كتير بنبسط من التعليقات، كتير حلوة إنه قدي الكيك زاكي، قدي أنتي قريبة من الناس، قدي إحنا بنحس حالنا في البيت لما نيجي نشتري من محلك. في عنا سؤال من فولوور، بس شكله هذا الفولوور بيعرف هيك منيح. أوكي. كيف تقدري تكوني إيجابية طول الوقت؟ كيف بقدر أكون إيجابية؟ هلأ ما نكذب على بعض، ما في حدا إيجابي طول الوقت، وبجوز يعني ذكرتي أنتي قديش أنا مضغوطة، إلا ما أمر بيومي بمراحل أكون فيها إيجابية، مراحل أكون سلبية. بصراحة هذا مع التعويد، بدك تمرن حالك كل يوم. أقول لك سر؟ أنا كتير مرات بنزل عندي على السوشيال ميديا كوتس معينة بكتبها، هيك بنزل صورة وبكتب كوت معينة أو دعاء معين. جزء كتير كبير من الغاية تبعت هاي الكوت إنه أحكيها لحالي قبل ما أحكيها للناس التانية. يعني كتير بحكي تفاءل بما تهوى، بكون عن جد جعبالي أحكي لحالي هذا الحكي، لأنه بكون مرأة بظرف أو بكون مرأة بنفسية مش كتير لطيفة في هداك اليوم. هذا السؤال مش عارفة إذا رح تجاوب عليه. قليلي. قدي قيمة سعر أول إعلان قبلتي إنك تعلني عنه على السوشيال ميديا؟ أول واحد لما كنت في البدايات. يعني مش عارفة إذا لازم أجاوب، إنه مش كتير بحب موضوع مش لإشي الأرقام، بدي أحكي لك قيمته المعنوية، خلينا ما نحكي عن قيمته. أحكي لك هو بس إيش الفكرة من السؤال، لأنه
يعني ممكن حدا يكون لسه طالع جديد, جديد. ومحتار انه كيف يسعر هاي المنتج او السلعه او الاعلان ومش عارف يطلع فوق كتير عالي ولا ينزل, فممكن تعطيهم انه اعطيهم هنت. هلا هو في يعني انا اللي فهمته, انا بصراحه ما كنت اعرف هذا الحكي وما في ايجنسي مثلا عم تشتغل معي بهذا الموضوع, فهو بالخبره خلينا نحكي وخبرتي مش كتير كبيره برضه بهذا الموضوع, فهي انت بدك تكون منطقي, يعني انت بدك تحس هل انا الافورت اللي راح احطها مقابل هذا الاعلان هل هي مناسبه, ما بدك تشطح كتير ولا بدنا نقلل كمان من مثلا قيمه شغلنا, لانه بالاخر في افورتس راح تنحط, في وقت, في تصوير, في ريسيبي راح تكتبها وتشتغلها وتستها قبل هذا الحكي. فانا بحس انه لازم واحد يكون منطقي في شغله كتير مهمه, اهم من انه قد ايه تقبل سعر, انك تقبل اصلا المنتج اللي بدك تعلن له او بدك تشتغل فيه, انت نفسك راضي عنه, انت نفسك بتستخدمه ببيتك. انا بصراحه والحمد لله كل اللي عم بشتغل معهم هم اصلا بالاساس انا يعني منتجات بستخدمها في بيتي او في محلي, فما بكون ابدا يعني متردده في اني استخدمهم. شو رايك بالناس اللي بتلاقي عائق بكل شيء بدها تعمله؟ ظروف البلد مش منيحه, عائلتي ما بتدعمني, زوجي بينكد علي, ما عندي اي مقومات, بس انحف 6 كيلو رح ابلش يوم السبت. هاي زمان كنا يوم السبت. شو رايك بهاي الناس, وهل انت كان عندك هاي الفكره او الطريقه؟ يمكن انا العكس تماما عن هدول الناس. انا حدا يعني اللي بيعرفني مقربا بيعرف قد ايه حدا بيضغط على حاله كتير عشان يعمل الشيء اللي بده اياه بزياده يعني, فانا ابدا ما بحس انه اي عائق لازم احنا نحطه بوجهنا شو ما كان. معايير النجاح اليوم اختلفت على السوشيال ميديا, يعني ممكن تشوفي محتوى ما بتحسيه انه هو اروع شيء بس هم ناجحين. مزبوط. في حدا معين مثلا بتستغربي انه هو ليه نجح لهي الدرجه بتقدري تسميه؟ انت يعني اوكي ممكن تكون بيعجبك اوكي شو بيعمل, بس يعني ما بتلاقي انه هو افظع شيء, ممكن يكون لا نجاح كتير كبير. وايش معايير النجاح من وجهه نظرك انت؟ يعني ما في حدا معين صراحه, يعني ما بتذكر انه في حدا انه ليش هذا نجح. والله ما بتذكر, لانه جد شوفي يعني هي خلينا نحكي محتويات بلاش نحكي اشخاص. أوكي. محتويات. هلأ في محتوى هادف وفي محتوى مرتب وفي محتوى خلينا نحكي مسلي. أوكي. شو ما كان عفوا سواء كان هادف أو مسلي أو بغض النظر إيش, خليه يكون مرتب, يعني لازم يكون المحتوى مرتب. حتى لو أنا بدي أسلي الناس أسليهم بطريقة مرتبة. مرات شوي السوشيال ميديا بتخلي أي حدا ينفع الزيادة ويأفور, فبيصفي يعني سوري على الكلمة, فبيصفي محتوى مش كتير قريب للقلب. أنا بحب المحتوى الطبيعي بس اللي يكون برضه واصل للناس بطريقة مرتبة. مجتمعنا العربي دائما واعين بين حيرتين, انه انا بدي انزل عندي على صفحتي كل المحتوى اللي انا بحبه, انجازاتي, ولادي, صور بيتي, وفي ناس بتقول لك لا بتنطرقي عين بتنحسدي. موجود طبعا دائما هذا, والناس واقع بين الحيره بين هاي الشغلتين. انت شو رايك فيها؟ انا برايي الواحد يعمل الشيء اللي بحبه. انا البيج تبعتي عملتها مش عشان انزل, كان الهدف منها هي محتوى وصفات لحاله. انا كان محتواها انه بيتعلق بيارا از ا بزنس وومن, از ا مذر وايف, حدا بيحب كتير الطبخ وعنده محتوى انا بعتبره لطيف ومرتب من الحمد لله يعني بالطبخ, والاكسبيرينس تبعتي بمجال الطبخ وبحياتي زي ما قلت لك كلياتها كبزنس وومن. فانا يعني بالاخر الواحد خلص بيستودع حاله واولاده وبيته وكل شيء, وان شاء الله انه لا يعني الاتكال على الاتكال على رب العالمين. اكيد الناس اللي بتيجي عندك زياره لو يعني هيك عابره تتوقع انه بده ينزلها سفره من الاصناف والاشكال والكيك بده ينزل وانه كل شيء موجود, بطل يعجبهم هذا صحن كيك وتبوله على الماشي ما بزبط. هاد بكون متوقعين منك الاكسبكتيشنز عاليه لانه انت بتنزلي وصفات. بالضبط. شو بتعملي؟ والله صراحة بعمل الحمد لله, يعني أنا بحب من قبل ما أنزل وصفات أنا كتير بحب أجرب أكل وكتير بحب الناس تأكل عندي وتجرب يعني الطعمات اللي أنا عم تطلع معي, بكون كتير فرحانة يعني أنا من جوا بكون هيك مبسوطة إنه وهم يعمل لذيذ وزاكي. فلا من الناس اللي بعمله حتى لو جمعة صغيرة لازم أكون مقدمة إشي يعني إشي جديد. وبيكون عينك على الناس لسه لغاية هاي اللحظة إنه يترى حبوه ولا ما حبوه؟ لهلا. ولو وصلتي لمرحلة إنه لا خلاص لا أكيد. لهلا. وإذا بتوصل لهاي المرحلة بحس إنه لا لازم يضلك عندك هذا الباشن إنه أنا بدي يضل الطعمة تبعتي زاكي والناس تحب أكلي. أعطيني 3 نصائح لصناع المحتوى يقدروا ينجحوا سواء كانوا مبتدئين أو بمرحلة متوسطة, يقدروا يحصلوا على تفاعل أكثر على صفحتهم. أوكي. أول إشي لازم يكون الإنسان طبيعي,
بالمحتوى تبعه شو ما كان، لأنه كتير بتكون أقرب أنت للناس لما تكون طبيعي. تاني شيء يكون، ويمكن حكيت هالنقطة، المحتوى يكون مدروس ومرتب عشان ما في داعي للأشياء اللي مرات محتواها غير مناسب. ودايماً إحنا يعني ما نكون كتير جدليين بالمحتوى تبعنا، لأنه ساعتها أنت بدك تتقبل أي نقد أنت بتتعرض له. يارا شكراً، خلصنا. عفواً، خلصنا. يارا مطبخك يعتبر English Kitchen. مزبوط. واللي بيميز English Kitchen إنه بيكون فيه بروزات خشب وبيكون عنصر الخشب واضح فيه أساسي. كتير. مزبوط، صح. كيف اخترتي المطبخ؟ احكينا عن تجربتك في اختياره. هلا أنا كتير بحب هذا الديزاين أو هذا الموديل من المطابخ اللي هو خشب. كنت بدي أبعد عن الكلاسيك، مش كتير بحب اللي فيه الخشب اللي مبين، يعني اللي متعودين عليهم زمان، وما بحب الألوان الغامقة. وبنفس الوقت بدو يزعلوا مني جماعة المودرن، أنا ما بحب المودرن ستايل أو ما بلاقي حالي بهذا المطبخ. كتير حلو وبجنن المودرن، واللي هم الخزاين اللي بتفتح هيك وما بتبين، بس أنا بحب الإشي اللي شوي فنتج، قريب للفنتج. ما قدرت أعمل فنتج في بيتي لأنه بضل مش مقبولة الفكرة، فحبيت إشي أدمج بين الفينتج ستايل مع الإشي اللي هو النيو كلاسيك بسموه. فكنت اسمعي هيك، أقعد على بنترست أدور الخزانة هاي شكلها حلو، مثلاً الإيد هاي هيك، اللون هذا. فأنا والمهندس قلت له مثلاً هاي الأفكار اللي أنا حاببتها، خلينا نطبقهم كلياتهم مع بعض بهذا المطبخ. واستخدمتي الأيادي، يكون في مقابل تقدر تمسكي هي عملية أكيد. يعني أنا كمان كان بهمني إنه يكون عملي، يعني حتى الخزائن إذا لاحظتي كتير كبيرة، أنا مش كتير حطيت أكسسوريز جوا الخزائن لأنه بعرف أغراضي كتيرة، فبدي إشي كتير عملي أكتر، خصوصي بهاي المطابخ. يمكن المودرن فيهم مجال للأكسسوريز أكتر. إيش في أكتر أشياء حسيتيها فعلاً عملية وفادتك استخدمتيها بالمطبخ؟ يعني من الأشياء العملية اللي هي أكيد الخزانة الطويلة تبعت الرفوف. الآيلاند كتير استفدت من الخزائن اللي تحتها كلياتها لأنه فيها كتير أغراض. الدروج لازم تكون كبيرة وواسعة، يعني كلياته درسته بهاي الطريقة إنه يكون واسع مش منظر. يعني إيش الوحيد؟ المنظر. هاي القطعة اللي أنا كتير كنت مهتمة إني أحطها، هي خزانة أزاز اللي هي بتشبه النملية تبعت زمان، وما بديها كانت تكون خزانة أزاز زي اللي بنعرفها. كان جعبالي أحط يونت كاملة نملية بس ما زبط، لأنه يعني شو مكان كبير بس بضل ما بيوسع، فعملناها نص نملية. فأنا بجوز هاي كتير بحبها، هي يعني ديكوريشن أكتر من إنها عملية. وأنتي معتمدة بشكل عام خزاين علوية وخزاين سفلية، يعني قليل لا تشوفي خزاين طويلة. ما في كتير خزاين طويلة، لا عشان نستفيد من كل الخزاين. طب إذا بنحكي إيش أسوأ الأشياء اللي حسيتيها لا ما كانت عملية وما بتنصحي الناس أبداً إنهم يستخدموها؟ ما كانت عملية، ما في صراحة. يمكن كنت عم بقولك على موضوع المجلة اللي بالآيلاند، انه حسيت اخذ شوي من الايلاند. مرات بتحتاجي عن جد طاوله كثير طويله، بس هو عشان المنظر بالاخر تحطيه، بس انا بقول لك ما بجلي فيه. لانه بنص المطبخ صعب الواحد يجلي 100%. مش كثير عملي. وتعقيبا للاشياء اللي مش كثير ضروريه او الشيء العملي، انا عملت ديرتي كيتشن، وانا بنصح اي حدا سواء شرى شقه او بنى بيت انه لازم نعمل ديرتي كيتشن، لانه شو ما كان مطابخ هاي احنا شوي يعني، خاصه لما تكون القعده بجنب المطبخ ما بتكون كتير مرتاحه انه تشوفي كل الكركبه موجوده وريحه الاكل. فانا كنت حريصه جدا لو مترين بمتر لازم اعمل ديرتي كيتشن عشان الجلي والطبخ والريحه كلياتها تكون جوا. بس بشكل عام راضي عن المطبخ؟ الحمد لله، واحنا شفناه كتير حلو. حبيبتي ثانك يو يارا، بنشكرك كثير انه استضفتينا في بيتك. شكرا لكم، انبسطنا كثير بهاي التجربه. وهلا كمان بدنا ناكل الاشياء الزاكيه من يارا الكورنر، نعمل فنجان قهوه وناكل اشياء زاكيه. اهلا وسهلا حبيبتي.